السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ مصطفى. نعم. رمضان كريم عليك شيخ مصطفى. الله سبحانه أكرم. تفضل. أنا عندي بس سؤال وأنا محتار، يعني أنا أصلي كل وقت كده، بس ممكن صلاة الفجر ما قومش يعني نصحى موجود بالمملكة العربية. عفوا، تصلي ماذا؟ فهمني. أنا أصبت المنبه وكل شيء، بس ساعات أكسل. لا تكسل ستأثم. أيوة، وإذا قاموا للصلاة قاموا كسالى، هذا من شأن أهل النفاق. لكن إن غلبت، ضبطت المنبهات، ووصيت أولادك وبناتك أيقظوني، ولم يقدر الله لك الاستيقاظ، غلبت، لا تأثم. لكن إذا كنت صاحيا تتلوى على سريرك وتتكاسل، فهذا شأن أهل النفاق. قال تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. نعم. مش دايم إن أنا مصحى، بس ساعات يعني. يعني يا حبيبي استيقظت، قم إلى الصلاة، افزع إلى الصلاة. حتى روي عن عائشة يقول، قالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمع المؤذن وثب وثب. يقول الراوي عن عائشة: والله ما قالت قام، بل قالت وثب.